كل الحاجات بقى، مش الاسعار، مفهوم التذاكر او مين ياخد ايه والتحكي، كل حاجه اعتقد هتبقى بالتنسيق مفهوم. افضل بعد كده. بس يعني اعتقد كان بالامكان اكيد افضل من مكان ان الصوره بطوله تطلع احسن من كده. طيب بعد المباراة طبعا كان الفيديو اللي انتشر او الصورة لإيهاب أمين وهو متضايق والإشارة اللي عملها بعد المباراة، انت ايه تعليقك عليها؟ سألت كابتن احمد الجرح امبارح عليها، قال لي انه تصرف ممكن يبقى مش صح، لكن في الاخر لازم نلوم الفعل قبل ما نلوم رد الفعل. انت ازاي شفت يعني ممكن تحكي لنا انطباعك عن المشهد ده وعن رد الفعل حتى عليه كابتن إيهاب؟ يعني انا زي ما قلت ان احنا من اول يوم جمهور الاهلي في الكويت، يعني احنا طبعا ما كناش متصورين الموضوع هيبقى بالشكل ده. في الاوتيل قبل الماتشات بساعات، بعد الماتشات، بعد حتى اخر ماتش خالص، بعد خساره البطوله وخساره كل حاجه، والناس واقفين بيحيونا لغايه الاتوبيس، الناس سايبه شغلها. حتى الماتشات بتاعتنا كانت معظمها في دور المجموعات والدور 16 و8، الماتشات كانت بدري، كنا على الساعه 1 و12 في وسط مظبوط الاسبوع. الجماهير اللي كان بياخد اجازه من شغله او بياخد راحه ويجي ويرجع شغله، كل الجماهير دي يعني اعتقد ان هم الفلوس ان هي تبقى ببلاش وبعد كده باتنين واربعه وسته وعشره وعشرين دينار، اعتقد الموضوع كان واضح من الاول. فانت فدي اشارة الفلوس دي كان مقصود بيها سعر التذاكر؟ بالظبط، لا يعني ده يعني كل دي حاجه طبعا اهم حاجه. بس الحالة التانية اللي هي طبعا اتفهمت. اه بالظبط. نعم مفهوم. طيب ايه الرسالة اللي ممكن تقولها للجمهور عموما وانت مقبل على خلاص بقى البطولات المحلية واللي الاهلي توج بكلها الموسم اللي فات؟ طبعا يعني الموسم اللي فات موسم تاريخي، بس احنا خلاص يعني احنا طبعا اللعيبه واعتقد لازم الجماهير برضو معانا. الموسم اللي فات موسم فات، الموسم الجديد ابتدى خلاص. الموسم اللي فات ما بيديناش اي حاجه للموسم الجديد، ايوه بالعكس ده بيحط علينا يعني طموحات اكبر وضغوطات اكبر. فاحنا مركزين في الموسم الجديد طبعا، وبنقول له يعني بنعتذر على البطوله دي طبعا، اول بطوله في الموسم، وان شاء الله تبقى دافع لينا يعني ان بقيه البطولات ان احنا نركز ونعرف اخطائنا ونتعلم من اللي حصل. ماتشات زي دي بتعلم كتير، انت بتلعب ضد الكويت الكويتي في الكويت، اعتقد يعني ماتش كبير، ماتش مهم، اللعيبه كلها اتحطت تحت ضغوطات. الماتشات دي بتفرق، ايوه ان انت تلعب نهائي كاس، نهائي افريقيا، نهائي مرتبط، نهائي دوري، الماتشات لو بتحط زي دي بتاخد خبره، بتكتسب خبره. فإن شاء الله يعني الماتش ده يبقى دافع لينا بقية السيزون. وطبعا بنشكر جمهور بشكر جمهور الأهلي في الكويت بالذات، طبعا جمهور في مصر بس بالذات يعني الجمهور في الكويت من ساعة ما رحنا وهم ورانا في كل دعم حتة، رائع. دعم رائع في كل حاجة. يعني زي ما بقول لك في الأوتيل، في ماتشتنا الساعة 12 الظهر، ماتشنا 8 بالليل، ماتش ببلاش، الماتش ب 20 نعم دينار، يعني في أي وقت خسارة مكسب كانوا ورانا. فيعني مهما قلت مش هقدر اشكره. قابلت الحكم فعلا في المطار وانتوا راجعين القاهرة؟ انت ليك حد في الكويت ولا ايه؟ يعني ليا الحكم شخصيا عادي جدا. الحكم السعودي طبعا كابتن عبد الله الادماوي. كان الكابتن احمد الجارح امبارح قال انه يعني انه اكتر من مباراة حذرنا من الاداء التحكيمي للحكم السعودي الكابتن عبد الله، وانه احنا كنا حاسين ان ممكن يبقى مستواه غير مرضي لينا في النهائي. هل فعلا قابلتوه في المطار النهارده او وانتوا راجعين؟ اه هو يعني احنا كنا قاعدين انا واتنين لعيبه تانيين في اللاونج فوق في المطار، وبعدين لقيته داخل عليا قاعد لوحدي وقتها وبس، وقال لي يعني ان هو عارف ان احنا الفريق الاهلي هنا، وكان بيدور عليا عشان عايز يعتذر لي رسمي وفيس تو فيس قبل ما يرجع بلده وبس. وبالفعل اعتذر وقال لي ان هو يعني اتفرج على الماتش وغلطان وبيعتذر يعني اعتذار ان هو مش قصده طبعا، ولا مفيش اي حاجه موجهه يعني غلطه منه وبس. وطبعا انا يعني قلت له وجهه نظري ان الغلطات زي ما قلت لك في الاول ممكن تبقى صفاره تقييميه، فاول مارشيه حاجات دي، لكن انت تطرد لعيب وفاول دقيقتين وهو اصلا المفروض هو اللي ليه تنشن الفاول واللعيب التاني هو اللي يطرد، ومن غير ما يعني ما يشوفها، هو قال ان هو ما شافهاش حتى، هو تصرع. قلت له قرار زي ده على الاقل تشوفه او ترجع للاي ار اس البار بس. فيعني هو قال لي انا بس قلت ان انا اعتذر لك قبل ما يا اسافر، سلام، انت يعني جاي سافرت يعتذر لك وانت رحت له لا تعالى لي.
كنت لا يعني المفروض هو بس اكيد يعني عارف، هو برافو عليك اكيد انك ما هو بتسيبش حقك يعني عموما يعني. لا هو يعني هو بصراحه يعني لا هو ده مش حقي يعني، انا مش بلعب، احنا مش بلعب تنس، هو ده مش حقي انا هاخده مثلا هكسب بطوله، ده يعني ده تعب فرقه كلها، احنا بنتمرن البطوله دي بقالنا كتير قوي اي قوي 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 يعني، ومركزين فيها كويس وقافلين على نفسنا بقالنا كتير، والجمهور مش في الكويت بس، ورانا في مصر والمدربين وناس يعني كل الفرق يعني كل الفرقه مركزه، عشان بدايه الموسم دايما بتبقى مهمه جدا، وبطوله زي دي ساعدتنا الموسم اللي فات كتير. فصفاره زي دي يعني مش قادر اقول قتلت، بس يعني زعلت ناس كتير قوي اي قوي قوي قوي، مفهوم. فكنت عايز بس يعني افهمه مدى صفاره او مدى قرار هو اخده حجمه قد ايه، ايوه ايا صح. كان بقى هو نيته، ما حدش هيعرف جوه نيته ايه، اللي هو نيته جواه ايه، ده فعلا هو اخطا تسرع ولا حاجه تانية، بس مفهوم كان هو لازم يفهم احنا برضو يعني مدى الحزن اللي احنا كنا فيه. مفهوم. عموما الحمد لله على السلامة وهارد لك، وإن شاء الله نشوف نجاحات مقبلة. أنا اتبسطت جدا إن أنا كالعادة سمعت صوتك كابتن إيهاب، والحمد لله على السلامة ليك ولكل أعضاء البعثة. الكابتن إيهاب أمين، النجم كرة السلة المصرية ونجم الأهلي على مستوى كرة السلة.